قد انت كنت من عشاق الفنانه الكبيره ورده؟ طبعا ولا كنت زلت بتغني لها وسأضل. وانت لسه صغير. تخيل كده يعني بتمثل قدام ورده. ازاي حصل؟ هي قصه طبعا انا فخور بيها جدا. يعني بعد الحمد لله نجاحي كمطرب وكممثل والناس ابتدت تتعرف على فنان جديد عنده اعمال جيده الناس حبته، انا اللي طرقت باب دار الاوبرا المصريه. يعني انا اللي رحت وقلت لهم انا عايز اكون في مهرجانات الموسيقى العربيه اللي بتتعمل سنويا. وفعلا قعدت مع الدكتوره تيبا الحفني الله يرحمها، طبعا وقتها كانت هي رئيس المهرجان. كان عندها برنامج حلو قوي في التلفزيون الموسيقى العربيه. فاول حفله عملتها كان في طبعا رهبه وخوف وبقابل جمهور من شريحة تانية خالص في مكان مختلف خالص في مسارح دور الثقافة أو دور الثقافة يعني اللي موجودة في مصر دي بتبقى ليها ناس يعني رواد لهذه الأماكن، نخبة نخبوي جدا. فكنت دايما حريص ان انا اعمل الاغاني اللي الناس يمكن مش متوقعها من حد في سني. فمن ضمن الاغاني دي كانت اغنية حنين للفنانة الكبيرة وردة. ويومها انا ما اعرفش ازاي ربنا يعني الهمني بالكلام اللي انا قلته وقدمت الاغنيه وقدمت الست ورده بشكل انا مش عارف ازاي طلع. يعني كان لوحدي تلقائي كده تلقائيا تماما طلع الكلام من قلبي. فحبيبه قلبي كانت الله يرحمها ويحسن اليها رب يسكنها الجنه كانت قاعده بتتفرج على الحفله. وكنت عارف انت؟ لا. مفاجاه بالنسبه لي. بعد الحفله دي ما خلصت كان هم في وقتها بيحضروا في المسلسل أنا الأوان، وكانوا وده كان رجوع للفنانة الكبيرة وردة بعد 14 سنة غياب عن الدراما. فكان الأستاذ يوسف معاطي هو اللي كاتب القصص والحوار، والأستاذ أحمد صقر هو المخرج، وكان الإنتاج للأستاذ صلاح الشرنوبي. فكلمت صلاح الأستاذ صلاح الشرنوبي وقالت له أنا عايزة الولد ده يبقى معانا في المسلسل، هو ده اللي يبقى البطل قدامي. استاذ صلاح حبيبي كلمني. انا فاكر كويس جدا كنت في بيتنا في مصر الجديده في الدور العاشر، فانا كان في زحمه عندنا والعيله وكده، لما كان الاستاذ صلاح رحت طالع طلعت البلكونه عشان اتكلم معاه، فلما قال لي كده كنت انط البلكونه. طبعا كنت الدور العاشر. ما طبعا الحد انت بتعشقه طلبك بالاسم انك تبقى بطل قدامه. وصلاح الشرنوبي كمان طبعا كلهم ما شاء الله يعني كانوا اسماء كبيره واسماء يعني اي حد يتمنى ان اسمه يرتبط بيهم. فانا كنت تلميذ في مدرسه ورده ولا زلت وساظل اكيد. ولما اتعاملت معها شخصيا بقيت عاشق لهذه الانسانه. بكل بقى تستحق طبعا اللي هي بتعمله بقى، سواء كانت انت بتتكلم عن ورده كده بحب وبعشق وعينيه بتلمع وكانك عايز تدندن حاجه ليها دلوقتي وانت قاعد.